مسلسل يقتلون بينا الكراد. الكراد هم لا بعدنا لا دولة لا داعش لا عندنا شيء، يتحججون حجة هم بينا، حجة يتحججون بينا. وهذا ألقى لنا ما نلقى لنا، ظلينا على الحدود فوق 10 ايام 15 يوم، البرد جاتنا وقاعدين مهجون. المطر علينا غير عند الله، وميتين واجيالنا ماتوا وفطست والدنا بتشول، والحرقه ولا خبز ولا لباس، حرقه وبيوتنا ولا غطاء لا سجاد لا بطانيات علينا. يعني احنا ميتين، وين نروح؟ اذا ما وين نروح؟ الكراد طردونا، وين نروح احنا؟ احنا بيوتنا فالقابش احرقوها وهنا احرقوها كلها، يعني اهدموا بيوتنا. ايش ظل علينا؟ لا زروع ظل علينا، لا شيء ظل علينا، لا منازل لا شيء. وين 900 دونا محرقوها، الحنطه وشعير بيوتنا حرقوها، حطيتنا دمرونا خالص. الله لا يوفقهم، هذول مو وحدات حمايه الشعب، وحدات دمار الشعب. احنا ما نروح الحياه وقت حالها، وين نروح؟ لا البرد شاتلهم، لا بقطر نغطيهم، لا بلباس نلبسهم. وين نروح احنا؟ احنا ما لنا غير الله يعني، ولا وين نروح؟ والمحسنين يحسنون علينا، وين نروح؟ دمرونا الكراد دمار خالص، ما خلهم. كل ما يجولهم على قرية، كل ما يجون على قرية يقولون هذه فيها داعش، يحججون حجة، يقولون هاي أراضينا، تناوشونا. ما عندنا كل شيء، قالها 900 دونة بشعير وحنطة أحرقوها، وبيوتنا أحرقوها، وراقنا خذوها وكشموها، وما بغير عند الله. هوايانا خذوها خالص، ما طلعنا غير نمشي. قالها كشفنا نمشي. حجي لكم علاقه بتنظيم الدوله؟ لا 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 لا, لا. ما لنا كل شيء ولا نعرفها زاد. بين منطقتكم دوله؟ ما نعرفها، يقول بيه بس ما نعرفها لها ساعتين ولا شفناها بنوبه. يعني بالقريه اللي انتم بيها؟ لا لا لا، ما في تنظيم دوله ابدا. ما في بنوبه. شنو السبب انه طلعوكم؟ طلعونا الخلاط، طلعونا يتحججون انه في داعش يمكم. عرب داعش، كل ما يجون على جرنا داعش. عبنا عرب طردونا. اخويا خذوا بيوتنا الاوليه هذيك، وقلنا لنا سوينا لنا مشاريعات لحقونا عليها. جونا بتشول وهجرونا ونحرونا تشول.